مساء الخير أعزائنا المشاهدين في كل مكان حول العالم. برحب بيكم في اسم المسيح، واثق جدا أن الرب مرتب الوقت ده عشان نتبارك كلنا مع بعض. كمان عايز أرحب ترحيب خاص جدا بضيفي وأخي الحبيب المهندس أشرف فارس، وهو مسؤول عن خدمة مشورة الأسرة بالكنيسة الإنجليزية بقصر الدبارة. أهلا بيك يا أخي أشرف. أهلا بيك يا أسيس. أهلا بيك. أولا عايز أقدم اعتذار لكل المشاهدين النهاردة، لأنه غالبا هتسمع في صوتي تغليق أو بحة شوية. كان عندي مشغولات كتير الأسبوع اللي فات، فأطلب منكم تقبلوني في اسم المسيح. لكن الحاجة التانية قبل ما أقول عن عنوان الحلقة، عايز أشجعك وأقول لك إنه النهاردة وإنت قاعد قدام التي في ده مش صدفة، ده مش شيء حدث كده وخلاص، لا، ده الرب مرتب انك تقعد قدام التي في النهارده عشان يباركك ويباركك بركه غير عاديه، بركه ملهاش مثيل. اتاكد قوي قوي ان الرب جابك النهارده وانت قاعد في اي مكان حول العالم عشان فعلا يكلمك كلمه خاصه ليك انت مباشره. عنوان الحلقه بتاعنا النهارده عنوان مثير شويه وغير معتاد. عنوان الحلقه بتاعنا النهارده هو جه وقتك، زي اسم البرنامج، جه وقتك تتخانق صح مع شريك حياتك. غريب قوي، جه وقتك تتخانق صح، كلمتين متناقضتين، تتخانق وصح. لكن بنعمه الله في هذا الوقت الدقيقه الجايه نقضيها مع بعض، هنكون في اسم المسيح عرفنا عن الخناقه وعرفنا وصفه للخناقه وعرفنا كلام كتير قوي 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 قوي. انا بشكر رب من اجل هذا الوقت، واثق جدا ان يكون في بركه كبيره. لكن عايز كمان اوجه عنايتك وانت بتشاهدنا النهارده، هو انه الحلقات بتاعتنا الوقت الجاي كل شهر اللي الرب هيشرفني اكون بشارك فيها في التقديم مع اخواتنا خدام الرب الرائعين دكتور زكريا والاسيس سامح والاخ وفيق، في الحلقات اللي هكون بشارك فيها موضوعاتنا هتكون بتمس المشوره الأسرية، هتكون بتمس موضوعات عن الزواج. والحقيقة اخترنا الموضوعات دي لأن هناك احتياج كبير جدا جدا وسطينا في كل أنحاء العالم عن الزواج وعن الأسرة. وعشان كده النهاردة بنبدأ بالموضوع المثير ده شوية، وبنعمة الرب الشهر الجاي واللي بعده واللي بعده هنكون بنشارك معاكم، بنشارك مع بعض عن موضوعات أخرى عن المشورة الأسرية وعن موضوعات عن الزواج وعن الأسرة. أحب أشجعك عزيزي المشاهد كمان أنك تتصل بينا في الأرقام اللي هتظهر قدامك على الشاشة، أو كمان تبعت أي تعليقات على موقعنا على الفيسبوك على الأكاونت بتاع البرنامج واسمه جه وقتك بالعربي، جه وقتك. لو هتفتح معانا وعايز ترسل أي تعليق أو أي سؤال، احنا بنرحب جدا جدا بتعليقاتكم، وبنرحب جدا جدا بالاتصالات اللي هنكون بنفتحها كمان 8 او 10 دقائق، وهنحاول بنعمة الرب النهاردة نغطي كل الاتصالات ونحاول نجاوب بقدر الامكان بحكمة الهية على كل الاسئلة اللي انتوا هتسألوها لنا في اللحظات الجاية. قبل ما اقرأ كلمة الرب اللي عايزين نبدأ بيها الحلقة، كان في تعليقات جات لنا على الفيسبوك عن الحلقة النهاردة. الحقيقة في أخ لم يذكر اسمه كاتب بيقول إحنا عايزين نتعلم إزاي ما نجرحش بعض وإحنا متخانقين أو مختلفين. طبعا أنا السؤال ده بسأله لأخوي أشرف، وكمان وإنت بتشاهدنا بتسمع الأسئلة، وأثناء الحلقة هنكون بنرد على الأسئلة. الأخ عادل كمان بعت لينا أخ أشرف سؤال تاني او تعليق اخر، بيقول ايه؟ هو بيقول كده: المفروض لا يكون هناك بين الطرفين الزوج والزوجة يعني خلاف، رغم الاختلاف في انواع الشخصيات. يعني هو عايز يقول ايه؟ موضوع الخناقة ده المفروض ما يكونش موجود خالص. الاخ عيد بن يمين كتب قال ان ده موضوع مهم وربنا يبارككم، واكيد هو منتظر يسمع من الرب كلمة خاصة. الأخت أمال عابد كمان عملت تعليق، بتقول إيه بقى يا أشرف؟ ممكن نتعاتب بدون خناق ولا صوت عالي ولا عصبية
عشان الخناق مش هيحل المشكلة، لكن ممكن الخناقة توسع الفجوة وتكبر المشكلة أكتر. هنجاوب بنعمة الرب على كل هذه الأمور في اسم يسوع وإحنا ماشيين في الحلقة. الأخت إيمان فوزي كمان بتقول إيه بقى؟ لازم نفرق ما بين النقاش والخناق، نفرق ما بين العتاب والشد في الكلام، لأن الخناق حاجة سلبية، حاجة سلبية. مش عارفين يمكن وإحنا ماشيين في الحلقة نفاجئ إنه الخناق إيجابي. إيجابي، هنشوف ربما. وبتقول إيه بقى؟ ده يرجع للأسلوب وطريقة الحوار اللي بتدور بين الزوج والزوجة. وعندنا تعليق تاني من أخ مجدي عزت بيقول الحوار والنقاش لازم يكون في مظلة من المحبة. وبعد كده وبيقول الراجل حاجة يعني متحكة شوية، بيقول لكن الخناق وشد الشعر بلاش منه وربنا يرحمنا. بنعمة الرب هنعلق تعليقات هامة جدا على كل الأمور اللي احنا بين إيدينا أو الاتصالات اللي هنكون بنفتحها بعد دقايق قليلة. لكن كمان أخ أشرف اسمح لي أقرأ مع المشاهدين الكرام آية جت في سفر الأمثال أصحاح 29 وعدد 11. أمثال 29 عدد 11، ولو مش هتشوفها على الشاشة ممكن تسمعها معايا، هي آية قصيرة جدا. بتقول إيه؟ بتقول أن الجاهل يظهر كل غيظه، الجاهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. لكن قبل ما أبدأ الحلقة الحقيقة أخويا أشرف يعني غششني كمان ترجمة تانية للشاهد ده. الترجمة دي ترجمة الحياة، نفس الشاهد أمثال 29-11، بيقول إيه؟ ترجمة جميلة قوي. بيقول الجاهل يفجر غضبه، يعني على طول غضبان بينفجر، أما الحكيم فيكبحه، أي يمسكه، أي يسيطر عليه، يكبحه بهدوء. أتوقع أن أنتوا منتظرين النهاردة أن الرب يكلمنا كلمة خاصة. عشان كده عايز أبدأ أول سؤالي لأخوي أشرف وأقول له إيه معنى خناقة صح؟ هو في حاجة اسمها خناقة صح؟ حاجة اسمها خناقة غلط؟ يعني ينفع تبقى كلمة خناقة جنب كلمة صح؟ هل في يعني عايزك توضح لنا في اللحظات الجاية إيه معنى خناقة، خناقة صح؟ الخناقة الصح معيار للجواز. يعني النهاردة وإحنا بنتكلم زي ما حد سأل النهاردة، هو إحنا ينفع ما نتخانقش؟ مش المفروض ما نتخانقش؟ المفروض ما يكونش فيه خناق خالص. أنا النهاردة نفسي أقول لك لا، الطبيعي، الطبيعي إن إحنا مختلفين. عشان كده لازم نختلف. لفظ خناقة قوي، لكن خلينا نقول إنه خلاف، إنه جدال، إنه اختلاف وجهات نظر بينا. علشان كده لو أنت عايز تقيس مقياس نجاح ومسطرة تقيس بها أي جواز بمنتهى البساطة، اسأل الطرفين الزوج والزوجة أنتوا بتتخانقوا إزاي؟ طريقة خناقتهم شكله إيه؟ تعبر ان جوازهم ناجح ولا لا. طب معلش هوضح حته، يعني انت عايز تقول لي انه من الطبيعي ان احنا نتخانق كزوج وزوجه؟ ده طبيعي يحصل؟ الطبيعي ان اختلف مع مراتي. ازاي؟ هقول لحضرتك مثلا. فضل. لو اتنين اخوات عايشين في بيت واحد، بتلاقي واحد بيصمت كتير بيتكلمش وحد بيتكلم اكتر، حد صوته عالي وحد صوته واطي، حد بيعرف ياخد قرارات سريعه والتاني بياخد قراراته ببطء جدا جدا جدا، مختلفين عن بعض خالص مع انهم متربيين نفس الاب ونفس الام، نفس البيت، نفس الاكل، كل حاجه زي بعض، ومع هذا مختلفين. لما اجي بقى اتجوز وتبقى مراتي ساكنه ببيت تاني وتربيه تانيه وفي حته تانيه ونشأة تانيه وتعليم تاني وثقافه تانيه، في اوقات احنا بلد واحده وثقافتنا مختلفه وافكارنا مختلفه، طبعا شيء طبيعي ان انا ومراتي يبقى بينا نبقى مختلفين، يبقى لينا وجهات نظر مختلفه في قضايا مختلفه، في العيشه مختلفه. لازم الزوج والزوجه يفهموا ان هم مختلفين عن بعض. عشان كده كل واحد والتاني عنده اراء مختلفه، ده اللي بيورد الصراع، ده بيورد الخلافات.
فكرة ان انا عمري مفروض ما اتخانقش دي فكرة مش حقيقية خالص. فكرة بتصيب كتير من متجوزين احباط. يعني اول ما يتجوزوا في الخطوبة لبعض احنا عمرنا ما نتخانق ابدا. احنا غير فلانة وغير اصحابك وغير اصحابي وغير قرايبنا، احنا عمرنا ما نتخانق، بنحب بعض قوي. بعد الجواز لما يفاجئ ان هما بيختلفوا وبيتخانقوا يقول لك ايه اللي احنا عملناه ده؟ ايه ده احنا متخانق؟ احنا زي الناس. هو هم كانوا متصورين ان احنا عمرنا ما نتخانق، وهم واحنا فتره خطوبه احنا متصورين كده، متصورين كده الحياه سلام وان احنا لازم ما نختلفش ببعض، وكل افكارنا واحده واهدافنا واحده ومشاعرنا واحده، واللي احس بيه تحس بيه واللي اقوله هتقولي زيه. بعد الجواز بنكتشف ان دي فكره مش صحيحه. بالعكس، لان احنا مختلفين زي ما قلت فاحنا لازم نختلف، ولازم يكون بيننا اراء مختلفه وجهات نظر مختلفه. الطريقه بقى بتاع ازاي نتفاهم ده اسمه الخناقه اللي بنسميه بتاع الخناقه، ازاي نتخانق. طب قبل ما تقول لي ازاي نتخانق، معلش لا دي سؤالها دلوقتي، أنا استنى فيها شويه. طب انا عشان بقطعك معلش اتفضل، بس عايز اقول ايه، هو هل مهم ان احنا ندي تعليم عن الاسره؟ هل ده شيء مهم ولا يعني الناس ماشيه الحياه حلوه و عايشين عادي ويعني الحياة ماشية؟ هل مهم ندي تعليم؟ هل مهم إحنا كأزواج وزوجات شركاء حياة ناخد تعليم عن الأسرة فكر؟ وضح لنا الحتة دي أخ أشرف. هاي إحنا أسيس بنقعد فترات طويلة قوي في حياتنا أتعلم علشان أبقى دكتور أو مهندس أو أكون صنايعي شاطر أو صاحب مهنة كويس. بنقعد سنين نتعلم، ولما نشتغل نقول عايزين نتعلم وناخد كورسات ونتدرب و و و. ايوه. الحاجة الوحيدة اللي بنعيش فيها مع بعض العمر كله زي ما ربنا يدينا طول عمر 40 50 60 سنة جواز، 70 سنة ربنا يديك العمر، ما بناخدش عنها أي تعليم. الوحيد الحاجة الوحيدة نقعد نتدرب فيها سوا ونظبطها الفرح. هنعمل فيه إيه؟ فستان العروسة. نفاجأ إن إحنا ما رتبناش أي حاجة ولا اتعلمنا أي حاجة. ايوه احنا مش عارفين نتفاهم سوا، مش عارفين ايه المبادئ. كلمه الله كتاب مقدس كتالوج رائع رائع ان احنا ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نتفاهم مع بعضينا. للاسف احنا ما عملناش كده خالص. لما اتكلم عن الكنيسه والجسد الواحد، هي ايه نواه الكنيسه ديت؟ ايوه، افراد اللي هم مش متجوزين وزوج وزوجه. نواه الكنيسه الزوج والزوجه، لما تبقى نواه الكنيسه دي مش صحيه، طب فيها صراع وألم وضيق، ازاي اتكلم عن وحدة الكنيسة والجسد واحد والنهضة وربنا يباركنا؟ بيصعب عليا قوي لما نبقى قاعدين في الكنيسة وانا ابقى عارف ان الازواج مش مرتاحين، ان العائلات مش مرتاحة. عشان كده مهم قوي البركة الحقيقية للكنيسة ان الزوج والزوجة يتعلموا ازاي يتفاهموا سوا. طبعا، وده اللي كل البرامج واللي النهارده حضرتك مهتم بالحلقات دي في الموضوع ده، ده مهم قوي. مهم قوي ان احنا ناخد فكر الكتاب المقدس عن الزواج والاسره. لكن قبل ما نكمل عايزين ناخد تليفون الاخت اميره من المطريه. سامعاني اخت اميره؟ أخت ايوه اميره من المطريه. الو، ايوه مع حضرتك. ايوه اخت اميره، مش سامع كويس الصوت، لكن احنا مرحبين بسؤال حضرتك، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال معلش اخت اميره، ممكن قبل ما تسالي بس توطي التي في شويه، توطي التلفزيون عشان يعني اسمعينا من التليفون عشان احنا كمان نقدر نسمع. أيوة. حضرتك اتفضلي، احنا سامعين. الو، مساء الخير. مساء النور. انا مبسوطه خالص ان انا بكلمكم و احنا سامعينك، اتفضلي. انا مبسوطه خالص ان انا بكلمكم. موضوع الحلقه يعني شيق جدا، ونفسي اسالكم سؤال. اتفضلي. انا مطيه. اتفضلي. اوكي، انا عايزه اسالكم دلوقتي علشان انا اصلا ازاي ابدا حوار صح من الاول ما يوصلنيش لخناقه في الاخر، يعني طيب. أيوة. قبل ما انا اوصل للخناقه ازاي؟ انا لو بدات حوار صح اكيد مش هبدا، يعني مش هيخلص بخناقه. يعني انت سؤالك بيقول انا مش عايزه انتهي بخناقه اللي هي فيها انفعال رهيب او فيها، فانت عايزه تسالي تقولي ازاي ابدا حوار
صح مين الاول عشان ما ننتهيش نهايه احنا الاثنين مش عايزين ننتهي ليها. حضرتك سامع؟ انا سامع السؤال. ايوه بالظبط. طيب امين يا اخت اميره، شكرا لاتصالك. ممكن اخد تليفون تاني؟ طيب تليفون تاني من اخت نرمين. اتفضلي اخت نرمين. ايوه الو. اتفضلي اخت نرمين، سامعينك. مساء النور. بس معلش وطي التي في شويه واسمعينا من التليفون عشان نقدر نسمعك. ايوه كده سامعيني. اتفضلي اخت نرمين. انا حابه اشكركم جدا على البرنامج الرائع دوت، بجد بيقدم مواضيع شيقه جدا وحلوه جدا. الله يخليكي، اتفضلي. انا عايزه بس اسال يعني الاختلاف في وجهات النظر. ايوه. في الاخر ممكن ينتهي الاختلاف ان مفيش حد يقتنع بوجهات نظر الثاني، يعني ان يبقى الوضع كما هو عليه. في الحاله ديت هل نستمر في الخلاف ولا هنفضيه ازاي؟ حلو قوي. سؤال في صميم الحلقة. شكرا جدا جدا يا اخت نرمين، سؤال جميل. لو يا اخ اشرف الخلاف ظل بيننا، محدش مقتنع بوجهة النظر الاخر، هل نظل مختلفين يبقى الوضع هو عليه الحل ولا الحل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ احنا هنستقبل تليفوناتكم تاني، لكن هنحاول نرد على السؤالين دول ونقول ايه ازاي ابدا حوار صح، او يمكن يقول ايه هو ايه الخناقة الصح، ايه شكلها، هل الخناقه الصح دي ليها شكل معين ولا ايه؟ اتفضل يا خاشر. خليني وانا بقول على كده لازم اقول حاجه مهمه الاول. الاول اتفضل. اهم حاجه ابقى فاهم هي الخناقه مين فينا الكسبان. انا عايز اكسب دايما في الخناقه ولا لا؟ الناس كلها فاكره ان انا الخناقه بتاعتي لازم اكسب فيها. الناس كلها فاكره ان الخناقه لازم اكسب. لازم اكسب. ما انا بتخانق ليه؟ عشان اكسب، عشان انا عايز ابين وجهه نظري انها صح. ان الخلاف وجهات نظري دي عايز انا اطلع صح واخلي مراتي خسرانه، او مراتي عايزه تطلع هي صح وانا خسران. الفكره بتاعه ان في مهزوم في العلاقه الزوجيه بتدمر العلاقه. تخيل حضرتك لو انت عايش مع واحد مهزوم، ازاي تعيش معاه؟ العيشه مع حد مهزوم نار، عذاب. ايوه. هات حد كده في ماتش مثلا مصر خسران، او اي ماتش اهلي وزمالك، وفرقه من الفرقتين حد منهم كسب والتاني خسران، تقعد فاهم معاه وقتها بعد الماتش؟ صعب قوي. العيشه مع حد خسران صعب قوي. عشان كده فكره ان احنا واحنا في الخناقه واحد عايز يكسب التاني غلط نهائي. ولو احنا تعادلنا بنبقى متغاظين، عايزين الخناقه الجايه عوضها. طبعا انا الخناقه الجايه عايز اكسب بقى، انا ما عرفتش اكسب المره دي، انت فحمتني وانا فحمتك وطلعنا متعادلين. لا، المره الجايه هعوضها. فبنعيش صراع. الازمه مش انا وانت، الازمه المشكله. الازمه مش انا وانت، الصراع احنا الاثنين بنتخانق مع المشكله. مع اني طب معلش هوقف حضرتك هنا سنه، بقول انه يعني في اغلب الاحيان، مش عايز اقول في كل الاحيان لانه التعميم يعني صعب، بس في اغلب الاحيان هو انه لما بختلف مع اشرف، معلش خليني اقول مع حضرتك في اي قضيه ما يعني، فدايما الانسان بطبيعته البشريه ما بيعرفش يفصل ما بين المشكله او الشيء اللي احنا عايز اقول ايه مختلفين عليه وما بين الشخص اللي انا مختلف معاه، فبشعر ان المشكله هي الشخص والشخص هو المشكله. عشان كده لما الاسئله اللي جات لنا واحنا ماشيين مع بعض في الحلقه، هي المشكله انه زي ما حضرتك بتقول المشكله مش الاشخاص، المشكله في الخلاف بتاعنا، مش كده برضو؟ الخناقه او الموضوع اللي احنا مختلفين عليه. نحل القضيه دي ازاي؟ لازم ابقى فاهم وانا بختلف انا ومراتي انها مش عدوتي، انها صديقتي. حاضر. هي مش عدو. لان لو هي عدوتي وانا بختلف معاها هبص لها ازاي؟ وده ده اللي بيدمر العلاقه بين الزوجين. لو هي مش صديقتي وهي عدوتي هشوف ان كل كلامها غير منطقي. هشوف انها غير عقلانيه خالص. وهي هتبص عليا ان انا ازاي بفكر بالطريقه دي؟ مفيش منطق في التفكير بتقول عليه. أيوة. ليه احنا اعداء؟ ايوه. في الوقت ده بتزيد الفجوه بين الزوجين.
الفجوه دي لما تتكون وتزيد زياده وفي دايما متكرر وطريقه الخناق بتاعتنا زي ما حد كان بيقول شد الشعر في اوقات ما بتبقاش شد شعر يعني بتبقى اصعب من كده قوي بتبقى صعبه قوي. الناس كلها بتعرف احنا ازاي بنتخانق، الناس كلها عارفه تتخانق على ايه، صوتنا باين لكل الناس. ايوه ده دليل على نجاح جوازنا ولا لا؟ لا احنا عندنا مشكله طبعا، ده مشكله. طب قبل ما دي المسطره، طب قبل ما نكمل لانه انا عندي سؤال مهم. الخناقه بتاثر على علاقتنا ازاي مع بعض؟ قبل ما نرد على السؤال ده عندنا تليفون من الاخت نوره من المنيا. اتفضلي اخت نوره. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك، احنا سامعينك. سامعيني؟ سامعينك. ممكن حضرتك تسمعينا من التليفون وبس توطي التلفزيون شويه. انا بعدت خالص. اتفضلي اخت نوره احنا سامعين حضرتك. هو انا مش هسال الاستاذ اشرف ولا هيبقى ايه؟ حضرتك عايز تسالي سؤال؟ اتفضلي. اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك على الهوا. عايز اسال بس ليه ان احنا بنتعصب على بعض كتير، وعايز اعرف ان هو اذا كان بيحبنا او لا. ليه بيتعصب عليكي كتير؟ او احنا بنتعصب على بعض. وايه كانت تكمله السؤال اللي ما سمعناهوش؟ يعني عايز احس ان فعلا ان هو بيحبني، انا حاسه الحب من ناحيه تانية. شكرا جزيلا لسؤالك يا اخت نوره. معانا تليفون تاني من الاخت مين من سوهاج، الاخت امل. الاخت امل من سوهاج. الو، اتفضلي يا اخت امل، احنا سامعين حضرتك. مساء الخير. مساء النور. وانا بهنيكم على البرنامج بتاعكم الرائع ده. ربنا يخليكي تعيشي. في سؤال ليا، هو الانسان ممكن بيكون غلطان بس مش عايز يعترف ان هو غلطان للانسان اللي قدامه، ده تعمل فيه ايه؟ يعني الشخص الغلطان مش عايز يعترف انه غلطان، مش عايز يعترف بغلطه. اوكي، شكرا جزيلا يا اختي امل لسؤال حضرتك. ربنا يخليك يا رب ويبارك عمل حضرتك. ربنا يباركك. طب هنرجع نرد على الاسئله دي، لكن انا سؤالي المهم انه الخلاف والخناقه دي بتاثر ازاي على علاقتنا؟ هل ليها تاثير سلبي؟ ولا هل ممكن لو في خناقة صح يكون ليها تأثير إيجابي على علاقتنا؟ الخناقة الصح اللي هي بعد ما نختلف سوا ونقول وجهات نظرنا ونخلص القعدة بتاعتنا بكل الطرق الإيجابية اللي احنا نتكلم عنها النهاردة، ازاي نتواصل مع بعض صح وازاي نختلف مع بعض مظبوط، ينفع أقضي وقت لطيف مع مراتي، ينفع نقعد نتكلم ونلعب العيال، ينفع نبقى هادين او ينفع نخرج، ينفع نستقبل ناس في بيتنا، وينفع نقضي ليله جميله ربي يباركنا فيها، ينفع نعمل الحاجات دي كلها. ده خناقه صح. خناقه غلط، هبص ليه انه عدوي، ان جوايا مراره، اني مجروح، اني متالم، وبتتولد الام نفسيه، بتتولد الام حقيقيه في الجسد. وناس كتير فاهمه من ثقافات كتيره حوالينا ان انا لما نختلف همد ايدي، ولو ما سمعش كلامي ولو ما سمعتش كلامي همد ايدي. وناس كتير بعد الخناقه بتلاقي نتائج غير اللي احنا قلتها من شويه، تلاقي النتائج يا اما حد ساب البيت وراح لبيت اهله، يا اما الغلطه الرهيبه ان احنا نجيب اهلنا ونتصل بيهم عشان كل واحد ليه عزوه وحد يدافع عني وحد ينتقم لي، فبقي في مراره. ببص على الحكايه ديت افتكر الايه بتاعت يرفع ملككم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، كان الامور دي جوه قلبي مليان مراره، مليان جروح، مشاعر الالم والغضب وحقد غير عاديه بتتكون جوه الزوج او الزوجه، بتتكون في الاثنين، مفيش حد كسبان. لو انا فرحان ان انا كسبت شويه بكسب لدقايق او لايام، لكن بسيب جرح كبير لشريك حياتي. طبعا طبعا. ناخد تليفون. اتفضل يا بونا. تليفون من ابن الرب من القاهره. اهلا أوه. وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك على الهوا معانا. بقول لحضرتك عايز اسال الاستاذ اشرف سؤال. اتفضل. اتفضل حضرتك. دلوقتي استاذ اشرف. اتفضل، سامعينك على الهوا، سامعينك، اتفضل.
دلوقتي لامتى هتفضل موضوع الصراعات بين الازواج؟ هل هي يعني صراعات مبنيه على ان ما فيش اتفاق بين الزوجين؟ يعني انا بتكلم على سبيل علي انا، يعني ما فيش اتفاق، ما فيش ود او محبه، او هيفضل كده الصراع بين الازواج على طول، او خناقات؟ يعني عايز اعرف من حضرتك الموضوع ده. شكرا جزيلا. ايه؟ شكرا جزيلا لسؤالك. شكرا جزيلا لسؤال حضرتك. معانا الاخت مريم من المنيا. اهلا وسهلا يا اخت مريم، اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور يا اخت مريم، لو سمحتي بس توطي التي في شويه وتسمعينا من التليفون، اتفضلي. حضرتك، هو انا كنت محتاجه صلواتكم من اجل ان انا تعبانه شويه. امين. وعملت اشعه النهارده، والمفروض ان هو الدكتور شاكك في غضروف في ظهري. ايوه. عندي 27 سنه. امين امين. هسال سؤال وانتوا بتتكلموا في الحلقه، معلش. ايوه. الغضب اللي انتوا بتحكوا عليه، المفروض ان انا تعبانه، ومن اول ما تعبت انا معيش والدتي ومعيش اخواتي موجودين معايا في المكان اللي انا فيه في شقتي. هل من المفروض ان مين اللي يشيلني او مين اللي يراعيني غير جوزي؟ انا ما لقيتش جوزي في جنبي، لان جوزي فادني عشان في علاقه تاني مع واحده تاني بره بعيد عن البيت، وسابني انا مرميه في البيت مش قادره اتحرك برجلي ومعايا عيالي. وانا ما ينفعش اسامح. انا ابقى كدب عليك، قلت لك ان انا ممكن اقدر اسامح على موقف زي كده. انت مش قادره تسامحي؟ يعني جوزي بيظهر في وقت الضيق، زي ما انا ما بقف في جنبه، بس ما دول المفروض ان انا كنت مستنيه رد فعل ان انا الاقيه كده. المفروض اداوي اللي جوايا ازاي؟ ولما جيت بساله قال لي انا ما جيلكيش انت، اجيلك انت بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ طبعا المفروض كنت استنجد بمين في الوقت ده؟ طبعا بجد صدقني انا في ضيقه. انا لسه جايبه، يمكن ربنا عايز يسمعني حاجه، انا لسه جايبه على البرنامج ولقيتكم بتتكلموا في الموضوع بتاعي ده. امين امين يا اخت مريم، الرب اشكروني في صلواتكم. امين. هنصلي لاجلك ولاجل تعبك الجسدي، وكمان هنصلي من اجل ان الرب يكون بيداوي العلاقه اللي بينك وبين زوجك، ويديك كمان قوه للغفران. وبنعمه الرب وانت قاعده بتسمعينا، الرب اكيد هيكون بيكلمك كلام خاص جدا مع الاخ اشرف في اسم يسوع. شكرا لاتصالك يا اخت مريم. أمين. شكرا جزيلا. سلام. بنت الرب من سوهاج معانا، اهلا وسهلا، اتفضلي. الو. الو، مساء النور. انا بنت الرب من سوهاج. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. انا جوزي معايا مشكله وبيضربني على طول وعلى اتفه الاسباب. وليه 3 سنين متجوزة. بابا يعرف واحد ليه في السحر، ومن ساعتها كان عايزين أمور، يعني يمشي في أمور سحر وكده معايا، فأنا مرضتش. فعشان أنا بنت المسيح، فمن ساعتها هم بيقولوا لي إحنا كرهناك وبيضربوني، وهو عايز يطلعني بره البيت خالص أنا وابنه، ومن ساعتها هم بيكرهوني خالص ومش طايقيني، وبيسلطوا ابنهم يضربني. طيب امين، احنا انا كنت عايزه ارشاد. امين. الرب يدينا حكمه في الحلقه الوقت المتبقي لينا، نكون بنحاول نرد على كل الاسئله، على كل الاسئله. الرب يديكي بركه ويساعدك ويحميكي في اسم يسوع بنت الرب من سوهاج. طيب اخ اشرف، طبعا احنا لو يعني في مشاكل كتيره محتاجين نصلي في اخر الحلقه من اجل المشاكل دي، لكن عايز ارجع واقول واحنا بنتكلم على تاثير الخناقه السلبيه على العلاقه، حضرتك قلت عن تكون مراره، يعني ممكن الخناقه السلبيه تكون مراره. ممكن ايه تاني الخناقه تسببه؟ الخناقه مش سليمه، الخلاف اللي مش محلول يسبب ايه في علاقتنا مع بعض؟ كل مشكله انا بسيبها متعلقه، أو في مشاكل زي اللي اتقالت دلوقتي، إن في ضرب، إن في خيانة، خلينا نسمي المسميات الكلام بمسمياته، إن في خيانة، إن في عدم اعتراف بالخطأ، إن حد بيغلط. أيوة. دي برضه وجهة نظر، مسألة نسبية، هقول اللي اتقال، فأنا مصدق اللي اتقال. أيوة. ما اسمعش الطرف الآخر، لكن خلينا نقول إنه
الصراعات دي كلها والمشاكل دي كلها ما بتتحلش بزرار، ما بيجيش كده زرار كده نحل بيه الأزمة، وكمان بتسيب علامات فينا كتيرة قوي. أيوة. بتحتاج شفاء من ربنا خاص جدا للشخص دوت، خاصة لو يبقى حد زي الأخت في آخر، في الأخت اللي هي جوزها سابها وهي مريضة وسابها لحد حد تاني، أو إن التانيين بيضربوها أهل جوزها وعايزين يطلعوها من البيت. إن الأمور دي كأني في أوقات ما بقاش عندي حيلة، مش عارف أعمل إيه، بيبان كأني ما عنديش حيلة، بيبان إن ما عنديش اختيارات، وده أصعب قهر. يعني في قهر إيجابي زي بالطريقة ديت، وفي قهر سلبي إنه حتى يكون عايش معايا وكأنه مش موجود، كأني أنا مش حاسس بيا، كأنه أزعل ما زعلش، أنا متضايقة مش متضايقة، كأنه مش شايفني. القهر السلبي ده صدقني بيبقى بالظبط زي القهر الإيجابي اللي هو فيه عنف وضرب وإهانة. أيوه. علشان كده أنا بحتاج علاقة شخصية بيني وبين ربنا للشخص المعتدى عليه. في أوقات ما بيقاش قدامي سكة غير إن أقرب منه. أيوه. إني أشبع منه، إن أطلب حمايته هو. الحاجة التانية إن الشخص المعتدى عليه دوت في أوقات كتيرة بنظن إنه ما عندوش حيلة، لكن فعليا هو عنده حيلة. عنده حيلة. هو يقدر يقول لأ، زي ما الأخت قالت لأ أنا مثلا مش هعمل سحر، أو أنا هرفض الطرق الملتوية اللي أنتوا عايزين تعيش بيها، أو إن أنا هرفض إن أنا أعيش كزوجة وزوجي مع حد تاني. وارد، في ناس بتختار حلول تانية كتيرة قوي، لكن فكرة إن أنا مجرد ما أقول أنا رافضة دوت، ما عنديش حاجات كتيرة أعملها، بظروف اقتصادية كتيرة قوي بنعيشها كلنا، وأنا عارف إنه ده تحدي كبير للعائلات، خاصة لما يبقى ما أنا بشتغلش، أنا ما مش قادر أصرف على عيال، فأنا مضطر أقبل القهر ده. مجرد إن أنا أقول أنا رافضة ده، أنا مش عايزاه، وأنا متمسكة بربنا، طب هدور على حلول، طب هشوف القسيس الفلاني يساعدنا، هشوف الأخ الفلاني يقدر يقعد مع جوزي، هشوف مين القريب لجوزي اللي ممكن يتكلم معاه. في أوقات كتيرة بنظن إن الأمور دي ما بتجيبش نتائج، أوقات كتيرة بتجيب نتائج. بالعكس، أنا بتكلم كأني دلوقتي خرجت بره حتة الخلاف، وكأني بجيب القضايا إنه مش قاعد جنبي فيها طبعا. يا سابني، يا خني ومشي بعيد طبعا، يا إما قاعد وعايز يمشيني، كأني مش قادر أقيم حوار ولا للنهاردة بحكي عليه النهاردة، كأني أنا بتكلم كلام غير منطقي، هو مش قادر ينفذه لأنه مش قادر ينفذه لأن كأن الطرف الآخر مش موجود طبعا. يعني من أصعب الأمور لما حد، لما تيجي أخت تيجي أو زوج ويقول أنا عندي مشاكل كذا كذا عايز أحل، أقول له طب ممكن المرة الجاية تجيب شريك حياتك؟ يقول لي ليه؟ أقول له علشان لما نحل مهم قوي الطرفين يكونوا موجودين. صعب تقعد على كرسي على رجل واحدة، أنت محتاج رجلتين طبعا، أربعة، اتنين واتنين. طب تسمح لي أخ أشرف، أنا عايز أقول عن نقطة وبعد كده هل ينفع وإحنا ماشيين نرد برضو على مثلا يعني بإيجاز حتى على بعض من الأسئلة دي المهمة، لأنه عندي سؤال من ابن الرب بيقول الحاج سمعته، لحد إمتى الصراعات تظل؟ يعني هل في نهاية للصراع؟ غير الأخت اللي صلت من طلبت صلاة من أجلها وبتقول إن زوجها تركها بسبب علاقة أخرى وهكذا. عندي تليفون هاخده، بس في سؤال قبل التليفون بيقول هل مهم نحدد مين غلط ومين السبب لما بيكون في خلاف بين الزوج والزوجة ولا لأ؟ لكن أخذ التليفون في الأول. معانا مين؟ الأخت ميري. أيوة. ألو، مساء الخير. الأخت ميري من القاهرة. أنا مساء النور يا أخت ميري. أنا ميري قبريال. أهلا يا أخت ميري، إزيك؟ عاملة إيه؟ عامل إيه؟ نشكر ربنا. الحلقة جميلة جدا يا ستيفن بصراحة، ربنا قاعدة قصادك والحلقة شيقة جدا جدا جدا، ربنا يخليك. لك بصراحة ربنا يباركك كتير قوي 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 قوي. تعيشي ربنا يباركك يا ستيفن. تعيشي. والحلقة جميلة جدا جدا، وأنا مستعد كل المداخلات. ميري غبريال معاك. امين يا اخت ميري. ازي حضرتك؟ انا بشكر، اهلا بيكي. انا مستمتعة بيك قوي. ربنا يخليك، بشكرك كل المداخلات بجد. يعني تعيش.
انا فرق معايا كل واحده دخلت وعملت مداخله في الحلقه والحلقه شويه كان قاعده قصادك يعني، وربنا يباركك ومستمتعه بيك جدا. ربنا يخليك. انا بصلي لك دلوقتي. أمين. ربنا يكمل الحلقه على خير كده. بشكرك شكرا جزيلا يا اخت ميري. شكرا جزيلا. طبعا تحبي تسالي اي سؤال ولا تحبي تسالي اي سؤال؟ لا انا بقول لك طيب. الحلقه ومستمتعه بيك. ربنا يخليك يا اخت ميري. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. معانا الاخ جرجس من المنيا. الاخ جرجس. ايوه الاخ جرجس. مساء الخير. مساء النور. مين معانا؟ بنت الرب. بنت الرب، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. انا كنت عاوزه يعني في مشكله معايا كبيره، وكنت عاوزه يعني لو انت تساعديني ممكن في حلها، او مثلا ارشاد. انا جوزي يعني كل ما اروح بيتي كان حماية بيجري ورايا، مش عاوزني اقعد في البيت. وكل ما يعني كل ما اروح هو حاليا طبعا دلوقتي رفع عليا قضيه وكسبها اللي هي في المحاكم. واكتشفت كمان ان حماية اساسا بتاع شياطين وسحر وشعوذه، وهو كان بيسخر لي حاجات وكده، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا نجاني منها. وفي ابني دلوقتي هو طبعا ما شافوش يعتبر شهر واحد في خلال 5 سنين ونص. ايوه. والمفروض ان انا ارجع له حكم المحكمه، مع ان احنا شريعتنا مش نفس الشريعه اللي هي بيطبق علينا في المحاكم. فانا خايفه ان انا اروح ارجع اساسا. لان خايفه من حماية، لانه بتاع اعمال وبتاع سحر، وشفت حاجات كتير منه وحشه من الحاجات اللي هو كان بيبعتها. طيب بصي حضرتك، انا اشجعك برضو تسيبي تليفونك في الكنترول. احنا ممكن نوصل لحضرتك بعد الحلقه. وكمان احنا هنرد دلوقتي كمان، ربي يدينا وقت نرد على الامر بتاع السحر والامور ديت اللي بتؤثر على العلاقات. وانا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. الرب يدينا فرصه نرد على حضرتك، وممكن تسيبي تليفونك في الكنترول ونقدر نساعدك بعد الحلقه في اسم الرب يسوع. معانا تليفون تاني يا اخ اشرف. الاخ مهند من الاردن. الاخ مهند معانا حضرتك؟ الو. طيب غالبا الاتصال اتقطع. هل تسمعني؟ اهلا يا اخ مهند، احنا سامعين حضرتك كويس. ابو مهند. لا ابو مهند. هل تسمعني؟ احنا سامعينك كويس. انا معاك. اتفضل حضرتك، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. مضى ثلاث اسابيع وانا انتظر ان اتكلم معكم، ولكن خط التليفون لا يعمل جيدا. طيب احنا والان اتكلم معكم. هذا سؤالي. اتفضل. فترة ثانية صفحة 17 اخرج. يقول الرب اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. ايوه. أنا بس هل نتعلم من هذا الاختبار ان الانفصال عن العالم هو حق كتابي وموقف ينبغي ان يتبع من القلب وليس بحسب الظاهر فقط، او التفكير والسلوك بحسب القيم الإلهية مع ابقاء احشاء الرب يسوع المسيح فينا من نحو الاحتكاك مع العالم الهالك هكذا، والاعتزال عن العالم لا يعني الانفصال عنه كليا، ام على المسيحي ان يعيش العالم دون ان يدعي؟ ارجو افادتي على هذا السؤال وشكرا. شكرا ليك يا اخ ابو مهند، وبنعتذر لمحاولتك الكثيره للاتصال، لكن نشكر رب انك انت حضرتك قدرت تتواصل معانا، وموضوع حضرتك موضوع رائع جدا،
وتابعنا في اسم يسوع في الحلقات الجاية هيكون في ردود على موضوع الانفصال عن العالم والعيشة بالاستقامة. لكن هنرجع مع بعض تاني أخشرف، بس أنا محتاج يعني تعليق صغير قبل ما نحدد مين غلطان مين مش غلطان. موضوع السحر والأعمال، يعني كذا سؤال اتسأل، وربما يكون في ناس مش قادرة تتواصل معنا بالتليفون عندها سؤال، نعمل ايه قبل ما نكمل؟ يعني معلش نعمل ايه في القضية دي؟ بالتأكيد انه في ناس كتيرة فاهمة، انا ما انكرش انه في ناس بتستخدم قوة الشر، لا نقدر لا ننكر هذا، لكن كمان في ناس كتيرة مسيطرة عليها فكرة انها معمول لها اعمال واسحار، وكأني انا مش متغطي بدم المسيح، كأني ما فيش سلطان عليا غير ابليس. بالعكس، انا لما بسلم حياتي لربنا وبصدق ان انا متغطي في دم المسيح، كل الافكار ديت اللي بتقول لي انت هتتربط مش هتخلف، ان انت مكتوب لك عامل لك عمل عشان علاقتك بمراتك وتبقى كريهة وشوفها زي القرد ومش عارف ايه، حاجات كتيرة من النوعية دي، سوري نقول دوت اوهام، اوهام في اوقات كتيرة. مين اللي يفصل ده؟ مين اللي يقول ان ده اوهام، او ان انا مصدق في الامور دي اكتر بكتير من ايد ربنا عليا؟ انا محتاج اقعد وسط جسد، وسط جماعة مؤمنين، نصلي مع بعض ونمتحن الامر بتقال دوت. دي نمرة واحد. حاجة تانية، محتاج اروح لحد احكي معاه ويساعدني. يمكن يكون الافكار دي بتخلي التعامل فاهمين بعض غلط كزوجين، او ان انا مش عارف اتواصل معاه كويس، او ان اختلافاتنا مع بعضينا ان هو مصدق ده، او في تاريخ للعيلة فيها حاجات زي كده، مش عارفين نتواصل مع بعض. في حاجة قفلاني انا وشريك حياتي. مين يقدر يساعدني؟ مشير، قسيس، خادم، مشير، حد كبير اثق في ارائه في الامور دي يقدر يساعدني. أيوه. لكن فكرة ان اسيب العنان للامر ده يبهدل حياتي ويبهدل جوازي وتربيتي في عيالي وعلاقاتي وشغلي، وناس كتير بتتدمر نتيجة انها صدقت في الفكرة دي. أيوه. وكأن كذبة من الابليس وانا خدتها هقتنع بيها واعيش بيها. الامر ده يفصل فيه الجسد القريب مني، جسد ويصلي معايا جسد المؤمنين. ايوه، مهما نقول من هنا لبكرة واحنا قاعدين على حلقة، من غير ما نقعد مع بعضينا كجسد دين تاتم الخدام ممسوحين مؤيدين بروح القدس يصلوا معايا ويتكلموا معايا ويشوف الازمة فين واتكلم، طبعا هيفرق قوي. طب يعني انا مش بنكر طبعا ان الناس دي متألمة، وانا مصدق ان كل واحدة اتكلمت، كل واحد اتكلم ناحية الامور دي، ان في بيوت باعت حياتها لابليس، لكن في بيوت متغطية بدم المسيح وابليس ما قدرش يمسكها. طيب يلمسها. طيب انا يعني عايز ااكد على الحتة دي، لانه يعني الكتاب بيقول، وانا قناعتي الشخصية والاخ اشرف يتفق معي، انه المتغطي بدم المسيح تأثير اعمال السحر وكل هذه الامور يكاد يكون منعدم، لانه مش هينفع اكون انا متغطي بقوة الهية تفوق كل فكر، وبعد كده اجي اقول انه فلان وعلان بيعملوا كذا. ولكن يا اخ اشرف، ربما يكون في حد من اللي اتصلوا او من اللي بيشاهدونا الان او بيسمعونا لم يتعرف على الرب بعد، وعنده مشكلة في موضوع الاعمال السحرية، اما الزوج او الزوجة، يعني الزوج بيعمل زوجته او الزوجة بتعمل لزوجها، يعمل ايه؟ هو مش عارف يتواصل مع مجموعة من المؤمنين مثلا هو بيشاهدنا، مش عارف يروح يسأل واحد يشير عليه راعي، قسيس، مشير، شخص مؤمن، هو مش عارف يعمل ايه. هل قبل ما يعمل ايه كمان، هل الاعمال السحرية لها تأثير على الذي لم يحتمي بدم المسيح تأثير حقيقي؟ اللي مش محمي بدم المسيح، ايوه، اللي مش مولود ولادة تانية، اللي ما يعرفش، اللي ملوش علاقة شخصية بربنا، كأن أبوابه مفتوحة لعدو الخير يعمل فيه اللي هو عايزه. لكن لو أنا متحصن بدم المسيح، أنا لي علاقة شخصية بربنا، أنا قادر يكون أفهم بيقول إيه ربنا من هنا، هو أنا مش محتاج أي إعلانات، لو أنا أنا شايف ربنا من كلمته. في الوضع ده أنا محمي. في الوضع ده تأثير عدو الخير ملوش تأثير علي.
طب الحته بقى الحاج جبتها ودي طب. اللي ممكن تمس الحلقه بتاعتنا النهارده. لو طرف مؤمن وطرف مش مؤمن اعمل ايه؟ طب قبل طرف مؤمن مش مؤمن معلش يعني انا عايز اقول ايه، انه لو في شخص النهارده بيسمعنا وبيشاهدنا وهو ما نالش الولاده الجديده، يعني ايه ما نالش الولاده الجديده؟ يعني ما اعلنش سياده الرب على حياته، شخص لم يحتمي في عمل المسيح على الصليب، تاثير الاعمال السحريه عليه اكيد ايجابيه ايجابيه. وعشان كده ممكن نقول ايه، في خطوات مهمه. الخطوه المهمه الاولى انه افتح قبرك الرب عشان الرب يغيره والرب ينور فيه وتقشع الظلمه دي، يعني تطرد. الحاجه الثانيه، لو انت النهارده هذه الاعمال تعرف اماكنها، حاجه موجوده عندك في البيت، حاجه متشاله مش عارف في ايه، واحد كتاب سحر شايلينه، كتاب سحر شايلينه، حد من ايه فرعوني طبعا، حد من الاسره، من الاخوه، من الاباء، من الامهات عاملين كده، يعني يجب التخلص من هذه الامور تماما بحرقها. يعني انا عايز اقولها كده صراحه، يجب ان يكون هناك تخلص من هذه الامور. لكن نمره ثلاثه، قبولك شخص الرب يسوع، اثنين تخلص من هذه الامور، ثلاثه انك تتبع الرب بامانه. لانه لو انت النهارده قبلت الرب وبعد كده بعدت عنه تاني، الاذيه محاطه بيك. المحمي فقط في المسيح هو المصان والمحفوظ. الشخص اللي هو معرض للهجمات فعلا، الاعمال السحريه ممكن تؤثر عليه تاثير كبير. وعشان كده احنا عايزين نقول انه الباب الاولاني ليك هو قبول شخص الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك. اثنين، التخلص من هذه الامور. ثلاثه، الانضمام لكنيسه جسد، لمجموعه من المؤمنين في مكانك. ارجوك ابحث عن مجموعه من المؤمنين في مكانك يصلوا معاك، يشجعوك، يساعدوك، يرشدوك، يقعدوا معاك، يهيئوا ليك جو انك تتبع المسيح بامانه في اسم يسوع. ولو عندك المخاوف ديت طبعا وشايف انها ليها تاثير، اقعد مع حد متقدم في الايمان، حكي معاه بطريقه شخصيه. الامور دي التعليم بيغير سلوك الناس. نعم. بينور عينينا. نعم. طب انا عايز اولا الوقت بتاعنا بيفوت، وعايزين احنا لسه ما اتكلمناش في لب الموضوع، هنتخانق ازاي صح، نعمل ايه انا وشريك حياتي بنعمل. لكن في معانا تليفون عايز اخده، الاخ غطاس من شبرا. اهلا فندم معاك. اهلا وسهلا يا اخ غطاس. اهلا بك يا فندم. اتفضل يا اخ غطاس. ربنا يخليك. انا سؤالي كان، هل الامراض النفسيه من الشيطان ولا ملهاش علاقه بالشيطان؟ هل الامراض النفسيه من الشيطان ولا ملهاش علاقه؟ ولا ملهاش علاقه بالشيطان. شكرا جزيلا يا اخ غطاس. يعني ضفت المجنون كره الجدريين، هل الجنان ده اللي هو الامراض النفسيه حاليا؟ بتقول مجنون كرة الجدريين ايه حضرتك؟ مش سامع كويس. مجنون كرة الجدريين. ايوه. هو هي الامراض النفسيه في الوضع في الوقت الحالي. طيب اوكي، شكرا جزيلا يا غطاس. معانا الاخ هاني من القاهره، معلش يا اشرف معانا تليفونات. الاخ هاني من القاهره اتفضل. ايوه مساء النور. ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون شويه؟ الو. اتفضل يا اخ هاني. ايوه معاك. اتفضل انا سامع حضرتك. كان معايا الحقيقه يعني حد قريبي عنده مشكله، دايما بينهم وبين بعض خلافات كتيره. خلافات. يعني فانا وهو حد مؤمن وكويس، بس خلافات كتيره، ويعني ملهاش يعني كل مره بتزيد على طول على طول، وهو هو مؤمن بس مش عارفين نعمل ايه. وانا مشغول الحقيقه عليهم، ونفسي ربنا يتدخل وسطيهم، ويعني بطلب صلاه من اجلهم. امين. يعني هما زوج وزوجه بينهم خلافات، وانت بتطلب مننا ان احنا نصلي لاجلهم. امين. والحقيقه هما بينهم يعني هما الخلافات كتيره ومستمره. امين. يعني مش مره واثنين وثلاثه، يعني دايما وخلافات على اسفل الاسباب يعني. امين امين يا اخ هاني. طيب انا عايز بس ارجع لسؤال مهم، مع انه في الكنترول بيقولوا لنا ان احنا قدامنا وقت قليل، معرفش ازاي الوقت بيفوت بسرعه. يعني الاخت اللي اتكلمت على ان زوجها خانها، ممكن في دقيقتين بس الاخت تعمل ايه؟ في دقيقتين ممكن، في دقيقتين ولا صعب في دقيقتين؟ شاي لو انت كنا حلينا كل الامور في دقيقتين. طبعا ازمه الخيانه ازمه كبيره قوي،
وصعب قوي على الست وعلى الراجل. ودلوقتي من الطرفين بيبقى فيه مشاكل بالنوعيه ديت. ايوه. بيدفعوا هما الاثنين ثمنها والعيال بيدفع ثمنها. ايوه. لو هو تاب او هي تابت، الشخص اللي بيقرر بيعترف انا غلط، بيعترف ان غلط، زي السؤال بتاعت الاخت الاولانيه اللي قالت ان انا ايه، طب اذا كان محدش بيعترف بخطأه، في الحالات ديت عشان تصلح لازم اللي اعتدى، بنسميه اعتدى، اللي اعتدى في العلاقه وكسر العلاقه ديت وتعرف على واحده وتعرفت على واحد تاني، لو هو اعترف بالخيانه وقال انا عايز اصلح، ساعتها في امل كبير قوي، في رجاء، دايما في رجاء. وياما حالات وياما ناس العلاقه بينهم كانت اتدمرت نتيجه خيانه ونتيجه حد تالت دخل في العلاقه سواء راجل او ست. وبمعونه الرب وبانه الناس هم كمان عايزين ينجحوا مستعدين يشتغلوا على حياتهم، اصل انا مش هحل الازمه دي خلاص بس يا واد بس يا بنت روحوا خلاص بقى رجع لك بوس على راسها وخش. الحكايه دي وطريقه الحلول دي بتاعت قعده العرب والصبح خير والحكايه دي عمرها ما بتنفع، لان كل واحد عمل الحكايه دي تاني يوم غلط، تاني يوم عك الدنيا، وتاني يوم اتخانق، وتاني يوم ضرب، وما بقتش صلح. لكن الحل الحقيقي انا هعترف ان انا غلطان، هعترف ان انا غلطت في حقك وفي حق ربنا، انا بتوب لربنا وانا بعتذر ليكي. ايوه. والاثنين بيمشوا مشوار مع مشير، الاثنين بيمشوا مشوار مش من المراقبه لكن محاسبه. لو شخص قاعد دايما على الانترنت عشان كده قاعد وعمل شات و و و و و ومش عارف يوقف نفسه، فيقول لك طب طب حطوا لي ضوابط، اقطع النت، نتفق سوا احنا الاثنين نقطع النت، لازم تقطع النت، يعني لازم توقف الابواب اللي فيها الخطيه داخله على حياتك. حضرتك قلت العلاقات توقف، حضرتك قلت المحاسبه مع مشير، يعني ايه مشير؟ مشير يعني يروح لخادم، خادم بيعمل مشوره يساعد الزوج والزوجه يعدوا ازمه بتاعه الخيانه بوضوح. ايوه. وبيحط طريقه يتعاملوا بيها هما الاثنين سوا بعد الازمه دي. الاثنين بيبقوا مجروحين قوي والاثنين بيبقوا تعبانين، وممكن يكون اللي معتدى عليه اللي هي اتخان او اتخانت هي دي اللي تعبانه قوي. ايوه. وهو بيقدر يساعد الاثنين. عشان كده احنا بنقول على الهوا كده بسرعه في دقيقتين، لكن ده مشوار طويل. طب حضرتك شفت المشوار ده حصل قبل كده؟ ناجح جدا. حضرتك ربنا بارك شفته اكيد. ربنا غير قلوب ناس وخلى حياتهم افضل من الاول، ويمكن حياتهم بعد الخيانه لما عدوها ونجحوا في عدوا الازمه دي، يمكن تقول فعليا انا سمعت الجمل دي كذا مره ان حياتنا بقت افضل من ما يحصل الازمه دي في حياتنا. فعلا احنا بقينا افضل. دايما في رجاء في المسيح. امين. دايما في رجاء. عشان كده فكره ان احنا لا موضوع الجواز ده نقعد نتكلم كلام سلبي، موضوع الجواز ده ما بيتحلش، و و و والجواز هو اول شهر ومش عارف تحت البرميل ايه من الاخر ايه، اوله حلو واخره مش عارف ايه، الجمل السلبيه دي مش حقيقيه. الجواز نظام الهي ناجح. ناجح متعمل لبركه الانسان، بركه لحياته. طب عشان وقتنا ما يفوتش علينا، اتفضل. يعني اكيد الـ يعني في اوضاع متردية، يعني متدهورة في العلاقة الزوجية وصلت او حدثت لانه ما كانش في خناقة صح بقى، فعشان كده نرجع تاني نقول بقى يعني في النص ساعة الاخيرة من الحلقة دي عايزين نقول ازاي نتخانق صح، ازاي لما يكون بيننا خلاف نعمل ايه. هاي طيب ناخد ممكن ناخد تليفون، ناخد طب ناخد تليفون قبل السؤال. مين معانا؟ بنت الرب من القاهرة، اتفضلي حضرتك. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا متجوزه من 26 سنه. ايوه. وجوزي كان انسان بسيط خالص وساعدته، عملنا مشروع مع بعض كويس، وفي الاخر الصاحب على ناس لما تاني وبقى عنده فلوس كتير، الصاحب مع على ناس وتعلم الشرب وتعلم الخيانه بيخوني، وساعات بتخش بتوافق علاقيه مع عرفي مع ناس. الو. ايوه معاكي. سمعني. ايوه سامع حضرتك، اتفضلي. حضرتك بتقولي ان هو بعد عن الرب بعلاقات بسبب الشغل وزواج. أيوة. عرفي مش كده قلتي كده؟ هو بقول لك كان انسان بسيط من الاول ومعوش حاجه، وعملنا مشروع مع بعض وكبر المشروع، بعد كده لما غني سابني وبقى عمل علاقات مع سيدات تانية واتجوز عرفي،
مع واحدة والتانية، وأنا مش قادرة أسيب البيت لأني عندي 3 أولاد منهم 2 بيتعلموا، فمش قادرة أعيش عيالي في المستوى اللي كانوا عايشينه يعني، ولا قادرة أسيب البيت ولا قادرة أعيش معاه. فالحل إيه يعني؟ هو بعيد عن ربنا خالص. طب لو يعني بشكرك شكرا جزيلا، بس لو تحبي كمان تسيبي تليفونك في الكنترول نقدر نساعدك باي طريقه من الطرق بعد ما نخلص الحلقه. مش حاضر. اوكي. وكمان عايز قبل ما حضرتك نرد، يعني احنا موضوعات بتاعت الاسره كثيره جدا، ف يعني بنعمه الله اوعدكم انه في الحلقات الجايه عن الاسره كمان شهر واثنين وبعده هنحاول نرد على اغلب الاسئله في الحلقات، لو ما قدرناش والغالب كده هيحصل ما قدرناش نرد على كل الأسئلة النهاردة في اسم يسوع نرد عليها في الحلقات الجاية. أخشف نرجع تاني ونقول إزاي نتخانق صح بقى، إرشادات روشيتة، عايز حاجة ديني روشيتة نتخانق إزاي صح. تسألتيني قبليها بتقول لي مين الغلطان. أيوة. كتير أزواج يجوا فيقول لي بص أنا أشاهدك، قول لي مين فينا غلطان. لو أنا دخلت على حكاية مين غلطان ديت كأني أنا اخترت إيه؟ اخترت حكم قضائي. وفي القضاء بنعمل إيه؟ واحد بريء واحد مدان. طبعًا. ما ينفعش في الجواز أقول لحد أنت مدان، طب اطلع بره البيت ونعمل فيه إيه؟ الأزمة مش مين غلطان. طب افرض هو فعلًا غلطان. هو فعلًا غلطان. يعني هو فعلًا. الأزمة مش مين غلطان. الغلط فين؟ أنا لازم أحل الغلط الأول. مش مين غلطان، لو أنا مين غلطان؟ انا هكسر علاقه خالص. طب ماشي هو الغلطان نعمل ايه؟ طب هيقول لي خان خلاص نرميه بره. طب ما الغلط عنده، ما هيقول الغلط، الغلط عنده. لا الغلط، الغلط فين؟ الغلط فين؟ غلط ان ربنا مش في البيت، الغلط ان انت ما عندكش سيطره على شهواتك. ايوه. الغلط ان انت صوتك عالي وبيتعصب مش عارفين تفهموا سوا، الغلط ان انت بتمد ايدك وبتضرب فانت غضبك غير مسيطر عليه يكاد يكون مرضي. الامور دي كلها هي المهمه، مش ان مين، مش ان مين غلطان فينا، لا الغلط فين ده مهم قوي. اوكي. الغلط فين؟ عشان كده نقول ايه، علشان احل اي ازمه بين زوجين انا النهارده كاني اسيس، مش هقول لك انه مش حدش يتخانق خالص بعد الروشته دي، مفيش حاجه اسمها كده، احنا قلنا لازم نتخانق. يعني احنا لا نعد الناس انه بطلوا خناق، ان يبطلوا خناق، لكن نعد الناس ان الحاجات البسيطه اللي بنقولها ديت لو انا جربت ادرب نفسي عليها انا وشريك حياتي غالبا خناقاتنا مش هتبقى بالنوعيه اللي بتخانق بيها. ايه بقى الامور دي؟ الامور دي ايه؟ الامور دي ان انا خناقي محتاج لما نتخانق سوا نسمع بعض. لما نتخانق تاني، معلش، لما نتخانق سوا نسمع بعض. نسمع بعض. كتير قوي لما الناس تتخانق كل واحد عايز يطلع يفجر الكلام اللي جواه. طبعا. الغيظ اللي جواه عايز يقول. طبعا. وبصوت عالي ويمكن بانفعالات وتشويح وايدين و الوضع ده لا بيخلي الطرف الاخر يسمع حاجه ولا بيخليه بعرف انقل افكاري. الحل الوحيد في الازمه دي ان احنا لما نيجي نتخانق نقول اوكي احنا متضايقين تعال نقعد نتكلم، ما نقفش وما تخليش في التليفون. التليفون على جميع الشبكات اللي موجوده في العالم كلها ما بتريحش الناس. اوعى تتخانق مع مراتك على التليفون. لو عايز تقول لها حاجه استنى ما تروح البيت، تعلم تجمع غضبك زي ما قلت الايه الاولانيه. ايوه. اتعلم تعمل الحكايه ديت مهمه جدا، وبعدين اقعد نتكلم سوا. الكلام مهم قوي، المناقشه مهمه قوي. اقول لك اول حاجه اتفادى الحوار اللي بيهدم. في حوار هدام وفي حوار بناء. اتفادى ايه الحوار الهدام واتفادى ازاي؟ الحوار الهدام زي ما قلت لحضرتك الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه اخيرا. الجاهل بيفجر غضبه. لازم ادرب نفسي ان وقت غضبي ما اطلعوش كله، استنى واقول انا متضايق من ايه. الجاهل ما يقدرش يوقف، الحكيم يعرف يوقف. طب انا مش متعود، انا مش حكيم، ده تدريب. ايوه. ينفع في الجواز احنا محتاجين نتدرب.
حد قال حاجة جميلة قوي يا أسيس، قال لو أنت عايز تجيب حد نفسك يتغير قدامك طريقتين، يا إما تاخد الشخص ده وتوديه في البرية 40 سنة راهب يبقى جميل، تتمنى تقعد معاه ويصلي لك ويتكلم، يوم ما يتكلم يقول جملة رائعة، أو تاخد نفس الشخص ده ويتجوز، وبعد كام سنة اتفرج على الشخص ده ازاي اتطور وازاي اتغير ازاي، لانه في مراية شايفاه. الحديد بالحديد يحدد، والانسان يحدد وجه صاحبه. لا انا ومراتي، انا جوزت من 20 سنة، اكيد النهاردة بشهيتي هي انا افضل من 20 سنة فاتت. طب انا عايز افضل، وهي النهاردة افضل من 20 سنة فاتت. احنا بنتغير يا اسيس. يعني حضرتك عايز تقولي ان الجواز بيغير الانسان للافضل؟ للافضل. الجواز لازم يطورني، لان بيخليني احلى واجمل واهدى وانضج وممتع. لكن لو انا سايب نفسي من وقت ما دخلت الجواز ما بشتغلش على حياتي، انا مش بتطور فيها، انا مش بتغير، انا مش منصت، انا بتكلم اكتر. الازمه عندنا في الخناق ايه؟ ان احنا يعني نقدر نقول ان كل سمة البحر الابيض المتوسط بلاد احمد الابيض المتوسط يتكلموا اكتر من يسمعوا. يعني عايزين نقول الحوار البناء الجيد في النقطة دي، اللي فيه واحد بيكلم والتاني بيعمل ايه؟ يسمع. بيسمعه. وكمان انا بتكلم يبقى لازم يجي عليا دور اسمع، اسمع وغيري. كتير بقول للناس ايه؟ تعالى قوي العضلات دي. ازاي؟ لانه في طرف من الطرفين دايما، ودايما بنجوز بعض كده، طرف بيتكلم اكتر من طرف تاني. فالطرف اللي بيتكلم اكتر بياخد المشهد كله، التاني عارفش يتكلم، كبير ويعيط او ينهار، والتاني خد كل ايه؟ المشهد. طبعا الخناقه باظت، حوار هدام، حوار هدام. الحوار بقى اللي يبني. طب قبل ما نقول الحوار اللي يبني، اتفضل ناخد تليفون. اتفضل. الاخ سامي من القاهرة بقاله فترة معانا مستني، بتعتذر لك وبس محتاجينك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. أسيس تتكلم معايا؟ أيوة. ازيك يا أسيس؟ مبروك البرنامج الجميل دوت، كلنا مبسوطين قوي. الله يخليك يا خسامي. الحقيقة كنت عايز أتكلم في موضوع الحسد يا أسيس. موضوع الحسد. إن إحنا ساعات بيبقى يعني بنخاف من الحسد. طيب ان احنا بنخاف من الحسد. ايوه معاك، سامعك، واخد بالك يا سيس. أيوة. ساعات بنخاف من الحسد، خاصه ان الحسد مكتوب في الكتاب المقدس. وفي نفس الوقت بنتاثر بمجتمعنا، بالمقولات اللي حوالينا جاي على سمعتك تقيل، والمقولات اللي بنسمعها ديت. فازاي نضمن فعلا ان احنا ما نتعرضش للحسد او نتصرف بطبيعتنا بدون لما نتعرض لاي حسد؟ امين يا خسامي، انا بشكر حضرتك. في عند حضرتك سؤال تاني غير الموضوع ده؟ لا شكرا، شكرا يا سيدي، شكرا، ربنا يباركك وبشكرك شكرا جزيلا. معانا الاخت لولا من القاهره، اتكلموا النهارده ما حدش فيهم يتحسد خالص يعني. كل الاخت لولا من القاهره، اهلا وسهلا. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك معانا. ايوه مساء الخير. مساء النور. لو سمحت كنت عايزه اسال على حاجه. اتفضلي. هو ليه كل اتنين مخطوبين ليه كل شويه بيجلب على الماضي؟ ليه كل اتنين مخطوبين ايه؟ ليه بيقلب على الماضي؟ مش سامع كويس. بيقلب على الماضي، بيقلب على بيرجع للماضي. ايوه يعني كل شويه عايز اعرف الماضي من جديد. يعني انت بتقولي المخطوبين بيسالوا بعض على الماضي بتاعهم. ايوه. طيب عندي حضرتك سؤال تاني. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا. طيب بالنسبه لموضوع، عشان ما نكونش فوتنا، بالنسبه لموضوع الحسد يا اخ سامي، طبعا احنا موضوعنا في هذه الحلقة مش عن الحسد، لكن يمكن يجي وقت الحلقة بتاعت المرة الجاية أو اللي بعدها يعني يكون في رد على موضوع الحسد. ولكن يعني خلي بالك إنه الحسد لا يؤثر على المحسود، لكن يؤثر على الحاسد. مش هقدر أطول أكتر من كده. الأخت لولا بتسأل عن وقت الخطوبة، لكن أنا عايز أرجع إن إحنا خدنا أول نقطة في موضوع خناقة الصح، هو الحوار البناء وليس الهدام. ليس الهدام. طب النقطة الثانية بقول لكل واحد. أيوة. بنقول نعمل الحكاية دي، لو حد بيتكلم كتير وحد بيتكلم قليل
اعمل ستوب ووتش زي الماتشات. مش عيب، مش عيب ادرب نفسي اقول انت ما دام تتكلم دقيقتين وحضرتك تتكلم دقيقتين، ايه ده واحنا قاعدين في بيته وقاعدين في الملعب؟ لا، احنا بنقوي عضلات التواصل اللي بيننا، بنتدرب بنتدرب. ولما اجي اتكلم احط المبدا ده موجود عندي، لا تخرج كلمه ورديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. بس انا جوايا غيظ عايز اطلعه، عبر عن غيظك، عبر عن مشاعرك، قول انا متضايق، مش ان انا متغاظ منك، مش طايقك، مش انت عملت كذا، لا انا جوايا انا فهمت كده، انا شايف كده. اتكلم بصيغه المخاطب، لما بتنقل حديثك للطرف الاخر كانك بتهاجمه ومطلع له مسدساتك. الطريقه دي بتدمر الحوار. مره هيتكلم ومره ما دام تتكلم، فنقعد نسمع بعض. لما اسمع بعض يحصل ايه؟ يحصل انا عايز اصغي كويس، ايوه، ويسموه الاصغاء المتعاطف. يعني ايه اصغاء متعاطف؟ يعني كاني عايز اسمعك وافهم افكارك ومشاعرك. فوانت حضرتك بتتكلم انا عايز اسمعك بتقول ايه، فكرتك ايه، مشاعرك دلوقتي، انت مبسوط ولا متضايق ولا متغاظ، انا عايز افهمك. عشان كده ابقى قاعد سامعك منصت ليك، قافل الموبايل وقافل التلفزيون والعيال نايمه وقاعدين نتناقش. مش اني اجي في كل الصراع ده كله واروح قايم في وسط الصاله اتخانق واعلي صوتي والدنيا كلها تهيج واقول اصل انا عايزين نعمل حوار بناء. ده مش حوار بناء، دي خناقه، خناقه كانك واقف في الشارع. لا، انا في البيت. انا في البيت، انا مع حد صديقي مش عدوي، سواء زوجي او زوجتي هي صديقتي. عشان كده انا مش بركز على الشخص ان هو الازمه، انا عايز اشوف المشكله فين، عايزين نتناقش عليها، نتكلم فيها. عشان كده الحوار لازم يبقى ايه؟ بناء. وان شريك حياتي مش عدوي. العدو الحقيقي مين؟ المشكله. العدو الحقيقي المشكله، مش شريك حياتي. لما اشوف ان العدو الحقيقي المشكله، هقف جنب شريك حياتي واقول له انا وانت هنعدي الازمه، اختلافنا هنعديه. اصل في قانون مهم قوي يا قسيس في الجواز بنقوله بعكس المخطوبين. في الخطوبه انت ممكن تقلب الترابيزه زي ما انت عايز، ممكن ليله الفرح تقول انا مش هكمل، وارد، اختيارك انت حر. لكن اول في الجواز، اول ما حضرتك صليت وان دول بقوا جسد واحد واعلنت كده بالسلطان المعطى ليك من الله، خلاص ما نقلبش ترابيزات خالص. ما ينفعش اقول انا زهقان اقلب الترابيزه، ما ينفعش، ما ينفعش اقلب الترابيزه، ما ينفعش اقول انا مش عارف اكمل الجوازه، ما ينفعش اقول روح لامك، ما ينفعش اقول طب روح انت، ما ينفعش اقول طب ما فيش فلوس او انا ههجرك او 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 اشوف، ما ينفعش. ما ينفعش في الجواز قلب الترابيزه. لكن في الجواز احنا الاثنين هنعدي ازماتنا، احنا مش اعداء، احنا حبايب، احنا اصحاب. عشان كده القعده بتاعه ان احنا لما نقعد فيها نتكلم سوا، احنا ما بنعملهاش لما تكون خناقه موجوده بس، احنا لازم نتعلم نقعد مع بعضينا. الاصدقاء بيقابلوا بعض لما يكون ساكنين بعيد عن بعض، قبل مثلا مره في الاسبوع ومرتين، ولما كنا شباب بنتقابل كتير. لو مراتي صاحبتي بحب اقعد معاها، نشرب كوبايه شاي ونقعد نتكلم، نطفي التلفزيون، العين نايمين، نهدى. لو انا بعمل الحكايه دي دايما في وقت الازمات هتبقى سهله. ابتدي درب نفسك حتى لو ما عندكش ازمه دلوقتي. متخانقين؟ اوكي، تعال نقعد نتكلم، تعال ندرب العضلات ان احنا نسمع بعض. اللسان الهدام مدمر. طب احنا عشان وقتنا فضل. عايز اتحرك لنقط. اتفضل. الاولى قلنا الحوار البناء. النقطه الثانيه في الخناقه الصح. في كذا نقطه عندنا، بس برضو عايزين قبل ما نختم الحلقه، ما اعرفش قدامنا قد ايه وقت، انه قدامنا 20 دقيقه بس، انه موضوع الخطوبه اللي سئلنا عليه بيسال كثيرا. هل احنا لازم نجيب الماضي بتاعنا وكل واحد يزنق التاني انت عملت ايه وكنت، ففي الاخر كل واحد يقر ويعترف بشيء ان ما عمل ايا كان، يعني مش شرط يكون شيء له علاقه بعلاقات اخرى. فعايزين نرد على ده بس مش دلوقتي. وفي عندي نقطتين مهمين. هل الزواج والعلاقه بين الاثنين هيظل كده طول الوقت بنتخانق يعني او في خلاف ده يظل؟
وفي سؤال جاي لنا دلوقتي كمان بيقول طب خلاص احنا اتجوزنا والزواج خلاص يعني زي ما حضرتك قلت مش هنقلب ترابيزه يعني واحنا في خلافات بيننا نعمل ايه؟ احنا فوجئنا بحاجات مختلفه نعمل ايه؟ وعايزك تقول لي على نقطه 2 و3 و4 في الخناق الصحيحه. نعمل ايه لو دايما متخانقين؟ نعمل ايه لو البيت مولع؟ عمرك شفت واحده بتوضب البيت تمسح قبل ما تكنس؟ مستحيل طبعا. عمرك شفت تفرد السجاد قبل ما تكون مسحت الارضيه؟ مستحيل، في ترتيب. في ترتيب. نعم. البيوت اللي فيها الام كتير واللي فيها صراعات كتيره وخناقات كتيره زي ما كذا حد اتصل، طب نعمل ايه؟ في اوقات كتيره لازم نعرف انه خبرات الجسد مهمه وادوارنا مختلفه. فالمسبح مهم قوي في الكنيسه، بس اللي بيظبط الاجهزه مهم قوي، واللي بيمسح الدكه قبليه مهم قوي. فكان في ترتيب، لهنا اله نظام، لها ترتيب. انا لازم استفاد من النعمه والبركه جوه الكنيسه دي كلها. في مكاتب كتيره متخصصه مشهوره، في كنائس كتيره عامل مكاتب مشهورة. نعم. والمكاتب دي ببلاش. ببلاش. وفي ناس بتاخد فلوس، أعرف. لكن لو أنا عندي أزمة أنا ومراتي، لازم أروح لحد يساعدني. لازم أروح لحد يساعدني. إيه الفرق بين المجنون والعاقل؟ المجنون بيكرر نفس الخطأ هو هو. نعم. ما بيبطلوش. العاقل يغلط مرة، اتنين يعرف إن دي ما تنفعش. مش هعملها. نعم. لما افضل قاعد متجوز دي 10 15 سنه بتخانق نفس الخناقه، محتاجش اروح لحد. لما اقول جنبي واجعني ادي لي 10 سنين ما اقولش لحد، كله برد، ادي لي 10 سنين عندي برد. مش معقوله. مش معقول طبعا. مش كده؟ انت دكتور وعارف، ممكن يكون اي حاجه، بس مش لازم يكون كانسر، ممكن يكون في حصوايه، في التهاب، في اي حاجه ثانيه. عشان كده لما يبقى عندي نفس الازمه، ايوه، وسايب نفسي مش بروح لحد يساعدني ومصمح لها بنفسي وعمال اجرب بنفسي كل مره، خليني اخد موقف العائل. طب قبل ما نتكلم يعني، قبل ما نتكلم عن تفهم وجهات النظر المختلفه، معانا ثلاث تليفونات ممكن اخدهم. ناخدهم. تليفون الاول من الاخ عادل من امريكا. اتفضل يا اخ عادل، بنعتذر لك انه وقفناك كتير. اتفضل الاخ عادل معانا. ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. الو الو انا مش قادر اسمع كويس، الصوت مقطع قوي. طيب طيب طب في معانا تليفون تاني. معانا تليفون دكتور احمد من السعوديه. اتفضل يا دكتور. مساء، اهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. انا اول، انا طبعا صديق لقناه يوجوس، اول مره اعرف ان في البرنامج بتاع حضراتكم. انا مش عارف يمكن عنوان الحلقه، بس انا شايف حضراتكم بتتكلموا عن يعني العلاقه الزوجيه والخلاف فيها. ايوه. فانا عايز اقول وجهه نظر الحقيقه حتى. اتفضل. اولا يعني اي علاقه بين اثنين او بين الانسان وبين الخارج هي تعتمد على التواصل وتبنى اساسا على الحوار. سليم. احنا عندنا مأزق في المنطقه بتاعتنا كلها بالكامل. عندنا مأزق ان احنا علاقتنا وعلاقة الرجل بامرأته هي عبارة عن مونولوج مش ديالوج، حتى في الفنون بتاعتنا حضرتك، ودي من النظريات النقدية للشعراء، إن معظم شعراء الحب كان دايما القصيدة بتاعته هي مونولوج، هو بيتكلم عن نفسه. وحتى الرجل حضرتك حينما يتكلم عن المرأة هو يتحدث عنها من واقع ذكوري. فأنا ما عنديش، أنا عندي أغاني حضرتك حبيتك وبداري عليك.
ياللي كان يشتيك عليني وواحد بيحب واحدة. الحقيقة هو بيكلم نفسه. للأسف الشديد العلاقة الزوجية أيا ما كان يا سيدي هناك خلاف أم هناك اتفاق. الإنسان يكاد يكون سيمونولوج، لا يوجد حوار على الإطلاق، يعني إحنا بنتكلم مع بعض ولا يوجد بيننا حوار. ولذلك إحنا يعني دائما يقال إن إحنا ما بنعرفش نلعب الألعاب الجماعية، الألعاب الفردية. أيوة. ده خلل، أنا بعتبر إن ده خلل بنيوي، خلل يعني إكزيستنشال في علاقتنا. أيوة. أنا فأول حاجة فضل. لازم نعرف إن إحنا اتنين، ولازم نعرف يعني إيه حوار. حلو قوي. ولازم الإنسان، أيوة يا فندم. أنا سامع حضرتك، اتفضل. آه لازم الإنسان، وأنا يعني بحاور حضرتك، يجب إن أنا يعني أخرج من خارج ذاتي. يعني من افضل انواع الحوار لما يرقى ان الانسان يخرج من خارج ذاته. مبقاش انا ايجو سنتريك. يبقى انا ايجو سنتريك يبقى معناها انا يعني متمركز حول ذاتي، يبقى معناها انه لن يكون هناك حوار. طب انا ولذلك الحقيقه ولذلك مجتمعنا فيه ايموشنال دايفورس ده عادي. طب انا فهمت وجهه نظر حضرتك في الجزئيه دي. لو كمان عند حضرتك سؤال، وجهة نظر رائعة جدا. عند حضرتك سؤال تحب حضرتك تسأله لنا، احنا بنرحب بأسئلة حضرتك. لو حضرتك بتشارك بالفكرة دي احنا بنشكرك جدا جدا. فكرة رائعة وجميلة وسليمة. فكرة جميلة قوي. انا عايز اعطل حضرتك. لا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. انا عايز اخد من طب اخر تليفون يا اشرف، معلش اخر تليفون. اتفضل. معلش بنت الرب معانا من اسيوط، اتفضلي. اي ايوه احنا سامعينك. الو الو، حضرتك ممكن تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون؟ ممكن. ماشي وطيته. اتفضلي حضرتك، تحت امرك. الو احنا سامعينك. انا مخطوبه. انا مخطوبه بخطيبي، كنت بكلم واحد قبل خطيبي، و اول ما كنت بكلمه خطيبي عارف، ما عرفش مني، عارف من حد تاني، والمهم كل دقيقه يكلمني ويقول لي ليه انت عملت كده، وغلط اللي انت بتعملي كده. بس وبيقول لي انت ليه عملت كده، وبيزعلني كل دقيقه وممكن يخليني اعيط. بس انا بحبه ومش قادره اسيبه. انا ابن عمي تقدم لي في البيت كتير قوي، تقدم لي، بس انا عشان انا بحب برضك مش عايزه اسيبه. بقول له خلاص ان انا هفتح صفحه جديده معاك. هو ممكن وهو برضك عايزني وبيحبني، بس ايه تعبان عليه نفسه ان هو كان عايز ياخد واحده ما كانتش بتكلم حد او ما كانش معاها ماضي. بس بيزعق معايا كتير وبيقول لي انت ليه تكلمي حد في التليفون ومش ليه تكلمي حد في التليفون. بس ده كان غصب عني. طيب بس انا عايز اعرف منك الرد، عشان هو بدرجه النهارده وكل يوم بقى يفضل يزعق فيا ويقول لي انت ليه تعملي كده. طيب تمام. طيب انا الاخ اشرف يعني مش عارف هنقدر نرد، احنا قدامنا 10 دقائق بس، وعندنا كمان كان سؤال من فتره من الحلقه عن هل الامراض النفسيه من الشيطان، هل ان شخص يكون متاثر بالاعمال السحريه او يعني الشيطان مأثر عليه لابسه، دي امور نفسيه. ولسه برضو ما قلناش عن بقيه الخطوات. هاخد بس عشان نكمل نبقى الفكره بتتكلم فيها بتاعتنا. طيب في عجاله الجزء هاخد من عند الاستاذ احمد لما كان بيتكلم على الحوار. ايوه الحوار بين الاثنين لو مش موجود ومونولوج بس من طرف واحد، ده علاقه ضعيفه قوي. أيوة. ضعيفه قوي، لا يقدروا يتفاهموا ولا يقدروا يتواصلوا ولا يقدروا يجدوا حلول لمشاكلهم. عشان كده لما كنت بتكلم من شويه على ان متكلم صامت، واحد يتكلم والتاني يسمع، ونعمل الحكايه دي كمان مهم قوي. وانا بعمل كده اسالك انت كان قصدك حاجه فلانيه، استوضح اللي انت قلته. مش عيب لما تقول فكره اقول لك انت كان قصدك اتكلم في حاجه فلانيه، تقول لي اه انا فهمت صح، تقول لي لا. الحكايه دي بتخلينا نفهم بعض اكتر، ناخد وندي، ما يحصلش زي ما بيقولوا ميس اندرستاند حصل خالص، بالعكس هنفهم بعض كويس قوي. وبعد كده ما ابتديش انا اقول افكاري الا ما حضرتك تخلص، فكانك بتقول لي
انا عايز اسمعك، انا مهتم افهم انت جواك ايه، انا مهم جدا عندي اعرف افكارك ومشاعرك، لانه ده كانه بيقول لنا احنا هنعدي الازمات بتاعتنا. لما انا افهمك كويس لما اصغر ليك كويس يساعدني اني افهم. يعني اول حوار بناء في اصغاء، اتنين نتيجه الاصغاء بفهم فكر اللي قدامي بالتواصل الفعال والجيد. طيب تلاتة بقى نعمل نكمل ازاي؟ هل كده نكتفي بالحوار ولا في خطوات تانية ايجابية نقدر ننهي بيها المشكلة اللي احنا واقعين فيها؟ كي. لما واحنا بنتناقش سوا الهدف من مناقشتنا ايه؟ مناقشة المشكلة مش ايجاد الحلول. لما اخلص الاول مناقشة المشكلة بينا نفهمها كويس قوي يبقى فهمناها، ايوه، يبقى ببساطة عليا قوي ان انا الاقي حلول. ازاي الاقي حلول وانا مش فاهم؟ في ايه جميله قوي في امثال يا اسيس بتقول ايه، امثال 18 13 بيقول ايه؟ من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقه وعار. ازاي ارد على حاجه واقول رايي فيها وانا مش فاهمك، لا فاهم مشاعرك ولا عارف افكارك ولا عارف تريس صرفت بالطريقه ديت. لازم افهمك كويس، تفهم وجهه نظري، فلما نفهم بعض لما اجي ارد ما يبقاش حماقه، هنلتقي مع بعض في حته مشتركه. لما نفهم بعض بقى يبقى ببساطه نلاقي حلول. ايوه. الحلول دي هم ثلاثه. اهم حاجه في مبدا حل مشاكلنا في الجواز التراضي بينا. يعني ايه تراضي؟ انا وانت نبقى مرضيين، نبقى راضيين بالحل. حل منهم لو انا عايز اقعد على الكرسي بتاع حضرتك وانت عايز تيجي تقعد مكاني. فانا اقول لك طب ايه رايك؟ انا هاجي اقعد هنا. وانت تقول لي طب انا هاجي اقعد جنبك. انا عملت ايه؟ اتنزلت عن نص اختياراتي. قانون مهم قوي في العلاقه الزوجيه ان لازم يكون البيت ده بيعرف يتنازل. يعني التراضي عايز تقول حضرتك ان هو صوره اخرى للتنازل؟ التراضي هدف انا عايز اوصل له. اعمله ازاي؟ مهم يكون في تنازل في البيت، مهم قوي نقول سوري لبعض، لما نقول لبعض نقول سوري. البيوت اللي ما فيهاش اعتذار لبعض فيها جروح. فيها كبرياء، فيها انانيه، فيها الم. مهم اعرف اقول اسف لمراتي وانا راجل، ومهم مراتي تعرف تقول لي انا اسف. مهم قوي اتنازل، اتعلم اتنازل. فلو انا عايز اجي عندك ومش قادر، وانت عايز تيجي عندي ومش قادر، تقول لي طب انا همشي نص المشوار. انا هتنازل عن فكرتي. وانا اقول هتنزل عن فكرتي، هتقابل في النص. انا عملت كل رغباتي؟ لا، عملت نصها بس. وحضرتك عملت كل رغباتك؟ لا. بس في المسج في الاخر الرساله جاتني ايه في الاخر واحنا واقفين جنب بعض؟ ان احنا الاثنين بنتنازل عن اختياراتنا. ايوه. ومش واقفين جامدين، بالعكس انا بقول لك انا بحبك. نعم. وهي بتقول لي انا بحبك. انت اهم من المشكله. ايوه. اهم من اختياراتي. ده نقطه. النقطه الثانيه، انا مش هعرف اجيلك ولا انت تجيلي، مش عارفين تقابل في النص. طب نعمل ايه؟ انا يا عم هتنازل خالص، انا همشي المشوار كله واجيلك. انا هوافق على الفكره بتاعتك. وممكن انت تيجي مره تقول لي ايه؟ وانا برضو هجيلك. وانا هجيلك طبعا. الحكايه دي تحسسني بايه؟ انك بتحبيني قوي. ينقل لمراتي انك غاليه قوي، انا مستعد اتنازل عن فكرتي، انا حابب اعمل حاجه معاك، انا مقتنع بفكرتك، مستعد اجيلك. بس الحل ده خطر قوي يا اسيس، خطر جدا. ليه؟ اخاف ان يبقى في بيت الطرفين فيه واحد بيتنازل بس طول الوقت طول الوقت. الطرف اللي بيتنازل بس بعد وقت هيحس انه طول الوقت بيتنازل، مش محبوب. ايوه. انه مش مهم في البيت، انه ملوش لازمه، انه دايما مقهور. ما تستغربش لما يحصل انفجار. بيحصل انفجار خرافي في العلاقة. الاثنين بيفاجئوا، ايه ده؟ ما كانش مستاهل، ده احنا كنا زي الفل، ده ما كانش موضوع يستاهل النرفزة دي كلها. حصل انفجار طبعا. ان انا اجي عندك وتيجي عندي ده لازم مهم، لازم اخد وعطى، لازم يكون متبادل، متبادل بين الاثنين. في اوقات بقى بناخد الحل الثالث. مش عارفين نحلها، لا انا عارف اجيلك ولا عارف تجيني. يعني الحل الاول نقطع نص مشوار من عندي نص من عندك، اتنازل.
الحل الثاني انه انا اجي كل المشوار لحد عندك واوافق على فكرتك او انت توافق على فكرتي. طيب الحل الثالث بقى ان احنا مش عارفين نوصل لحل. انا مقتنع باللي بتقوله وانت مقتنع باللي بقوله وانا مش عارف اجي لك ولا انت تجيني. طب ما تيجي ناجل الحل ده بعدين نستنى شويه لو في ايدينا يعني مش كل حياتنا الحلول فيها حالا. مفيش كده قوي طوارئ مش كل مفيش مش عايشين في طوارئ دايما طبعا. بس جمال الحل ده المهم فيه ان بعد ما نتفق على كده ما حدش يتزمر وعلاقتنا تبقى دايما مليانه محبه وتقدير وحب. لبعض وحب نعم. انما ايه الطف حل والعام اللي لازم البيت يكون بيعيشه الزوجين يعيشوا الحل دوت الحل الاولاني اللي بيه ينفع انت تنزل لي ايوه وانا ينفع اتنزل لك. انت ينفع تمشي لي خطوه وانا امشي خطوه. طب انا مش عارف امشي غير خطوه تقدر تمشي خمس خطوات انا قابل. طالما انا قادر امشي الخمسه همشيهم طبعا. طالما انت قادر تمشي خطوه واحده انا مقدرها انت اتنزلت انا مقدر ده طبعا. عشان قدامنا وقت قوي دور الصلاه ايه في القصه دي؟ مذبح العائلي مهم قوي. ايوه انا ما اقدرش اقول ان البيت دوت ليه قائد وليه ربان من غير ما اكون بعلن سياده ربنا على البيت دوت. بس المهم ان كل واحد بطريقه شخصيه له علاقه شخصيه بربنا مش ان احنا هنقعد نصلي وكل واحد فينا عايش حياه تانية. لكن المهم يكون في علاقه شخصيه. كل واحد ليه علاقه شخصيه بربنا. نعم. البيت لما بيبقى فيه محبه لربنا دايما فيه امل كان عندك سقف مش هيتعداه. البيوت اللي ما فيهاش علاقه شخصيه بربنا لا انت قادر توحد الاثنين ولا تتكلم على التنازل ولا تتكلم على المحبه ولا تتكلم على الغفران ولا تعرف تحل خالص. لما تبقى الدنيا مظلمه ومأساه تدور كده في قلب الاثنين تقول لهم لسه بتحب ربنا؟ يقول لك اه. ومراتك متغاظ منها متضايق بتحب ربنا؟ اه. في امل فينفع نتلاقى عند عرش النعمه بقى. بالظبط كده يا اسيس بالظبط كده. طب انا قدامنا اقل من دقيقتين على نهايه الحلقه معرفش ازاي مش عارف ازاي الوقت فات دقيقه ونص بس عايز اقول انه الخلافات الزوجيه شيء طبيعي يحصل بين الزوج والزوجه. بالظبط. ربما يستمر حتى نهايه العمر لان هظل انا رجل وهي امراه هظل انا جاي من خلفيه وهي من خلفيه ولكن حضرتك عرضت علينا النهارده حلول او طريقه سليمه لاداره الخناقه دي اللي منها الانصات والاصغاء بعد كده تفهم الطرف الاخر وجهه نظره والطرف الاخر يفهمني ايضا. ثلاثه هنبدا نعمل ايه بقى نتراضى اما نمشي نص مسافه كل واحد او اما انا همشي كل المسافه مره ومره ثانيه شريك حياتي. مين اللي يبتدي يا اسيس؟ دايما السؤال يقول لك مين اللي يبتدي؟ اللي يقدر يبتدي يبتدي. امين. ايه جميله يا اسيس في تيمساوس بيقول ايه؟ في بطرس الاولى بيقول كذلكن ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن. ايوه. حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمه لكن يربحون بسيره النساء بدون نعم. كلمه. يبقى الاقوى ممكن يبدا الاقوى اللي قادر يعمل كده. نمره ثلاثه ممكن نؤجل الحل لوقت اخر ولكن مهم قوي ان احنا نفهم ان في دور كبير قوي للصلاه. علاقتي الشخصيه بيني وبين الرب اولا وعلاقتنا بيننا وبين الرب مع المذبح العائلي صلاتنا مع بعضنا اعتمادنا على الكلمه رجوعنا لدستورنا الحقيقي كلمه ربنا واروح لحد يساعدني وكمان اروح لحد يساعدني. انا في الثواني الاخيره عايز اشكر رب من اجل الوقت الرائع ده الجميل وعايز اشكر صديقي العزيز وضيفنا المهندس اشرف. لكن كمان قبل ما نختم احنا هنصلي من اجل الاخت اللي طلبت صلاه من اجلها ده مشاكل في الغضروف. لكن كمان عايز اصلي من اجل صديقي واخويا جون رمسيس. جون رمسيس من ضمن فريق العمل في البرنامج هنا وهو كان دايما بيقف ورا كاميرا اخواتي قالوا لي عليها. لكن هو الحقيقه من قيمه 4 ايام من الحد الماضي الرب قصد وسمح ان يكون عنده مشكله جات له جلطه فهو ما قدرش يجي النهارده. فانا هدعو كل المشاهدين وانت قاعد قدام التلفزيون ترفع قلبك واخويا اشرف كمان يرفع قلبه معانا نصلي من اجل اختنا ونصلي من اجل جون الرب يلمسه وانا واثق جدا ان الرب هيكون بيلمسه لمسه شفاء. بعد الصلاه هختم معاكم ختام صغير لكن تعالوا دلوقتي نرفع قلوبنا
للرب في صلاة. يا رب أشكرك لأنك أنت طبيبنا الشافي، أنت الإله العظيم، أشكرك لأنك أنت المحب، أنت الراعي. يا رب بصلي النهاردة أنك تأتي لأخويا جون وهو في منزله في بيته، تلمسه لمسة شفاء عجيبة في اسم الرب يسوع. نثق في أنك أنت الإله الذي تسمع، أنت الإله القادر، أنت الإله المحب. تعال لجون النهاردة وزوره زيارة خاصة في اسم الرب يسوع. واختنا ايضا طلبت الصلاه من اجلها، وكل اخواتنا المحتاجين للصلاه في اسم الرب يسوع، تعالى زورهم زياره خاصه. يا سيدي رب اشكرك لانك سمعت ولانك استجبت. بشكر رب من اجل هذا الوقت الرائع، وبشجعك عزيزي المشاهد واختي المشاهده ان الوقت الجاي ده وقت بركه واثمار في حياتك. وانتظرنا في الحلقات الجايه الاسبوع الجاي والجاي موضوعات رائعه، وكمان انتظرنا في موضوعات الاسره في الوقت الجاي. الرب يكون بيباركنا بركة غير عادية، وأنا عندي إيمان وثقة إن الوقت اللي فات هو وقت مش ضايع، ولكن وقت الرب بيستخدمه عشان يباركني ويباركك ويباركك ويقودك الرب على الدوام في الوقت الجاي. أنا من كل قلبي بصلي إن الرب يكون باركك وباركك في الكلمات اللي في اللحظات اللي فاتت، ومن كل قلبي بصلي الرب يحفظها جواك. وأنا بتمنى ليك وليكي كل بركة، كل خير، كل سعادة، كل خناقة بطريقة سليمة. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، الرب يكون معاك ويحفظك في اسمه، في اسم الرب يسوع، والرب معاكم.